تحقيق لكرة القدم التماس المغرب بوجود قوة قاهرة دفعته إلى طلب تأجيل البطولة لمدة عام حتى ينحسر وباء إيبولا عن مناطق غرب أفريقيا. الاتحاد الأفريقي الذي رأى وقتها أن مخاوف المغرب مبالغ فيها قرر حرمانه من المشاركة في الدورتين القادمتين للبطولة. خبر سيء وأثرنا في قلوب ديالنا. وبالنسبة للمغرب ما يلعبش جوج ديال الدورات ديال كان مزيان ما يلعبش، لأن راه خصنا نعرفوا بأنه هذا كان راه خصها تحيد نيت. هناك من يرى أن الاتحاد الأفريقي لم ينصف المغرب في قراره هذا. واش تيبين المغرب ما عندوش الأيادي الخفية ديالو في الأفريك كيف حال الدول الأخرى بحال غينيا وداك الشيء؟ واش تمناو الجميع ديالنا تحرك؟ لم يكتفي الاتحاد الأفريقي في البيان الذي نشره حرمان المغربي من المشاركة في الدورتين التاليتين للبطولة، بل فرض أيضا غرامة مالية قدرها مليون دولار وأمر بدفع أكثر من 8 ملايين يورو لتعويض الأضرار التي لحقت به وبشركائه. العقوبات غير منطقية بالنسبة للمغرب، ما يمكنش يخلص هذه الغرامة، علاش يخلصها؟ شنو هو الحق اللي تعطيهم باش يخلص المغرب هذه الغرامة هذه؟ وزارة الشباب والرياضة المغربية قدرت وقتها خطأ أن اللاعبين الموجودين في أوروبا لن يشاركوا في هذه الدورة من البطولة.